أولى المناشدات صراحة لامرأة عراقية من الفلوجة ابنها محكوم بالإعدام. خلوني أسمع الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والدة المدعو عبد الله حازم المسجون في سجن الناصرية محكوم عليه بالإعدام. ناشدناكم قبلها من قبل والدة، بعثنا لكم رسالة شرحنا بها بالتفصيل. أنا أسأل الله عز وجل أولا وآخرا وألتجئ لله قبل كل شيء ثم إلى جنابكم، أسأل الله أن يجعل على أيديكم يا الله الفرج والساعدونة. عبد الله محكوم عليه بالإعدام ظلم وزور وبهتان كله من قبل مخبر سري بدون ذنب بدون أي جناية، وتهموا عليه كل أنواع التهم اللي ما أنزل الله بها من سلطان. أنا آخر زيارة كانت إله، شراب الشؤون كانت تعذيب، والتعذيب مستمر دائما شتى أنواع التعذيب بالكهرباء بالسحل بأشكال أنواع التعذيب اللي جاري منه، حتى الدواء اللي أبعث لي ما يطوية من الجوع من العطش من كل شيء، وغيره صدقوا عليه الأدام. والله الذي لا إله إلا هو بريء. أنا قبل أسمع فقدت أربعة. صراحة قبل أن أبدأ بالحوار مع حازم عبد الله أنا لا أبرئ ولا أتهم، ودائما ما أقول القضايا القضائية نضعها أمام المختصين. حازم شلونك؟ الحمد لله بخير، أرجيك بالخير. أنت اللي معدوم اللي محكوم بالإعدام الآن ابنك عبد الله، وأنتوا تقولون إحنا ابننا بريء، شنو التهم اللي كانت على ابنك؟ التهم إنه إحنا أحداث الفلوجة تهجرنا، هو من ضمن المهجرين إحنا. اجى مخبر شري خبر انه هذا من اهل الفلوجه، ومن عندما خبر عليه كتبوا عليه راسا انت ارهاب، اربع ارهاب زين، اسمه بسيط وقتل وتعذيب. هو حتى قالوا له يعني نعمل بهلاك كل شيء يعني سووا. ف يا مكان يعني يا مكان اخذوه وساوموه على اهله على شرفه، يعني هم اخذوه راح البغداد يمكن جدا يزورهم، فجمع عليه بالليل مخبر خبر انه هذا من الفلوجه، لان من الفلوجه كانت فتت احداث الفلوجه ب 2015. انت الكلام اللي تقوله راح تكون مساءل بيه. انت نعم ابنك 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 قالوا لي اذا ما تعترف نساومك على شرفك؟ اي نعم قالوا له بالتحقيق نفعل. اي نعم نفعل ونفعل. قالوا له هو ايه؟ طبعا من الخوف قال لهم شو تريدون اني اقول زين، شو تريدون بس المهم يعني ما تدون اهلنا او امي او اختي. زين اعترف، اعترف تحت التعذيب، اعترف شنو كاتل نعم. بايق مفجر هو شو اعترف؟ هو ما مفجر ولا كل شيء مسوي، بس هم املوا عليه املوا عليه تعال وقع أنه وقع على اعترافات شنو؟ باطلة، اعترافات وقع باطلة على والله يشهد انه على اساس من الارهاب، وانه على اساس كانوا جماعة الدواعش ما اي، وانه كان يساعدهم هاي الشغلات. مع العلم هو الله والله هو بريء ولا العلم بي ولا المشغلة بي. شلون تثبت كادح كادح شلون تثبت انت الان او ابنك؟ وأنا هذا المقطع أبعث إلى سيادة رئيس مجلس القضاء، شلون تثبت نعم. أنه ابنك وقع على اعترافات وشهادات وأحداث هو ما قايلها؟ شلون يثبت ابنك؟ ابني ما عليه أي شهود ولا أي إثباتات، حتى من حطينا محامية، المحامي رفعت قضايا تمييز، وهو نفس القضاة حكموا على نفس القضاء على أساس هو كان بالأول ومرة ثانية
قال لهم انا بريء، انا تحت التعليق قلت هذا الكلام. المن قايل؟ انا ما مسوي. قايل للقاضي؟ اي نعم قايل لهم للقاضي، المحاميه كانت موجوده كانت تدافع عنه بس ما حصلنا نتيجه، رجعوا عليه نفس الحكم ما صدقوا، قلنا انت تدافع عنه. زين المحاميه بالتمييز من رفعت التمييز كتبت انه نعم. الاعترافات اخذت منه بالقوه؟ هاي ما عندنا علم بها، بس العلم انه هي اكثر من مره ابو عبد الله بس ما حصلت على النتيجه. ابو عبد الله دز لي نعم. رقم الدعوه مالت ابنك واني سيد رئيس مجلس القضاء نعم. المحترم نعم. القرار لكم، وانا اعرف القاضي تجيب مجموعه من الاوراق وبموجب هذه الأوراق يحكم، لكن يا سيادة الرئيس مثل هذه القضايا قد كثر بها اللغط وقد كثر بها الحديث والناس صارت تطرحها علنا بلا خوف وتتوسل وتتوسم بكم خيرا، أنا أقترح على سيادتك أن نبدأ بنموذج عبد الله. عبد الله ماخذ قرار، قرار الاستئناف والبداءة والتمييز محترم لهم ولنا، لكن خلينا نذهب لهذا الرجل أنه حينما قال ساوموني على خواتي وعلى أمي وعلى شرفي، ونجيب ضابط التحقيق أو المحقق المسؤول أمام عبد الله، وأن نجيب هذه الأوراق كيف أخذت منه الاعترافات بالقوة، وأنت أيضا تدرك أنه في ملفات بالمخبر السري. أتوسل إليك يا سيد فايق زيدان لنبدأ من هذا النموذج، وأنا متأكد أنت حريص جدا على إحقاق الحق. ترى والله ما ظل قدامنا شيء يا أستاذ فايق، يعني إحنا قاب قوسين أدنى من القبور، وهاي أمانات ثقيلة باسل قدام الله سبحانه وتعالى، والله العظيم راح تكون علينا صعبة. لا تاريخك ولا تاريخ هذا الشعب العظيم يتحمل مظلومية من هذا النوع. أنا أتمنى أن تكتشف هذا وتحق الحق لمن يستحق الحق، هذا أن يكون نموذجا وقد يكون مدعاة للولوج إلى متسببين آخرين، وأنا أعتقد جدا تهمك العدالة.